سلام من الله عليكم، معكم وضع عثمان وإليكم نشرة الأخبار. وأول أخبارنا اليوم زيارة الفريق الأول نائب المجلس العسكري السوداني محمد حمدان حميتي إلى المملكة العربية السعودية لمباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان. أوكي، من بداية الكتب الخبر ده، كتب الخبر ده، إحنا عم نتكلم في السعودية، معليش ما تقلبوا علينا بعدين خاشوبجي. و خبر الجاي، وصول الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري للإمارات في مباحثات وهناي. طيب يا جماعة، كريم الراحة نشرح لكم، حميتي مش السعودية عشان يجيب الرز، والبرهان مش الإمارات عشان يجيب الدجاج، فشنو؟ عاوزين يعملوا كبسة ظابطة كده يا حبيبنا. لما يجد كده المجلس العسكري قاعد بيعزز ليروحه، قاعد بيزور في الناس الداعمينه في المنطقة، لأنه السعودية والإمارات هم شركاء المجلس العسكري في الحرب في اليمن. المجلس العسكري وناس حميتي قاعد يرسلوا ناس يقاتلوا في اليمن، وناس السعودية والإمارات قاعد يرسلوا لهم قروش. لبيب الساعة الحاصل يعني، فناس السعودية والإمارات عاوزين يضمنوا مصالحهم، وعاوزين يتأكدوا إنه الخطة تسير في المسار الصحيح. ناس قوى الحرية والتغيير، ما في زول دعاكم كده رز كبسة افطار رمضاني. برضو في اخبارنا وصول عبد الفتاح البرهان للقاهرة لاجراء محادثات مع الرئيس السيسي. برضو هنا يا جماعة الموضوع واضح، يعني الموضوع واضح، السيسي جابه منه؟ بحس البرهان مشى مصر زار السيسي عشان يشيل منه الاوراق. ينو السيسي كان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بعدين بقى رئيس مصر. عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عاوزين يعملوا انتخابات سريع سريع. افهمني انت، افهمني. قال لك شنو؟ في امتحانات الشهادة الثانوية، لو جيرانكم كان اول الشهادة الثانوية بتمشي تشيل اوراقه بتحت المذاكرة والكتب اللي كان قاعد يراجع منها الامتحانات، عشان شنو؟ عشان تنجح يا حبيبي. بعد الخبرين ده نحن كرينا نطلع لمراسلنا الخارجي عشان نشوف استطلاع الرأي في الشارع السوداني. انت رأيك شنو في الحكومة الحالية؟ رأيك شنو في الحكومة السابقة؟ رأيك شنو في برهان طيب؟ جري عديل؟ رأيك شنو؟ طيب رأيك شنو في حميتي؟ حميتي بتغط منه؟ طيب رايك شنو في تجمع المهنيين السودانيين؟ وعودة لأخبارنا، تصريحات صاروخية للبشير من وراء القضبان، حديثي عن قتل ثلث المتظاهرين أخرج عن صياغه. بالله حديثك أخرج عن صياغه؟ أنا ما دار أعلق على الخبر ولا دار أعلق على كلام البشير. يا ناس الجريدة، أنتوا لما مشيتوا للبشير في سجن كوبر وعملتوا معاه المقابلة دي، غلبكم تشيلوا كاميرا؟ يا أخي كاميرا التلفون كده، يعني صورة سريعة للرئيس وراء القضبان وهو يبكي. يا رب صورة بس عشان تبردوا بقى قلبنا يعني. وعلى ذكر السجون وردود السجون، إطلاق سراح حسين خوجلي بكفالة 5 مليار جنيه سوداني. فحسين خوجلي قال لك كانوا ساجنينه لأنه شاكين في تعامله بمعاملات بنكية مشبوهة، عنده أموال مشبوهة. من أين لقى هذا؟ قالوا عنده من 10 ل 15 مليار جنيه سوداني قاعدة في البنك. من وين يا حبيبنا؟ فأوكي هو انتو قابضينه بمعاملات مشبوهة، كيف تفكوا به كفالة 5 مليار جنيه سوداني؟ يعني كيف؟ يعني كيف اي زول يسرق له قروش ولا يجيه قروش مشبوهة تقوموا تفكوا به جزء من القروش دي؟ ده مش قانون التحلل اللي مرق لكم عبد الحي قبل كده ولا؟ حميتي يرشي موظفي، استغفر، معليش ما في رشوات. حميتي يصرف مرتبات 3 شهور لموظفي المطار والمعلمين والمهندسين وناس الجيش وناس الكهرباء وناس، حميتي صرف للناس كلها قروش. اوكي نحن هنا ما احنا زالمين، اين لك هذا؟ قبل يومين انت كنت في السعوديه، فشنو قروش عارفيننا جاي من وين يا حبيبنا؟ لا يا اخي انا خايف مع الطهور بتاع حميتي ده يكون سافر السعوديه رش ليك المغتربين ده المرتبات 3 شهور. برضو احنا نحب نقول لك حميتي بالمناسبة، يعني ناس اليوتيوب برضو عندهم مرتبات، فشنو يعني ممكن عادي ترسل لنا كاش او ترسل لنا في رقم الحساب. وبرضو حميتي يهدد المضربين على العمل بالفصل. الدور ده الاضرب والله يمشي بيتهم طوالي. الشعب زي ما نقوله حوى والدة، والشعب السوداني ده ملايين، فيه الدكتور وفيه المهندس وفيه اي زول اضرب والله يمشي بيته ما يرجع تاني المؤسسه الاضرب فيها. حميتي فعلا
حوا ولادة، بس حوا بقت كنداكة وجابت ليها ناس ما بخافوا من الرصاص والبومبان، هيخافوا من الفصل يعني، ومرتباتك بتحت الثلاثة شهور دي أخير تبلها وتشرب مويتها يا حبيبي. أوكي معي في الاستوديو للتعقيب الزميل خالد الغربي. أهلا بك خالد. بداية لأي مدى يمكن أن يؤدي العصيان المدني إلى ربما إزعاج المجلس العسكري؟ يزعج ويزعج كثيرا على ما يبدو، لدرجة أننا نرى السيد حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري يشير إلى أن المضربين من الممكن أن يفقدوا أعمالهم، هذا تهديد يعني. مزعج لدرجة إلى أن نرى حميدتي في مقطع آخر وهو يعرض أو يقدم للعاملين في مجال الطيران مكافأة 3 أشهر رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السودان. المجلس العسكري يقدم نفسه كضامن للديمقراطية في السودان، كضامن لحقوق الشعب السوداني، كما لو كان هو من يمثل الشعب في مفاوضاته مع قوى الحرية والتغيير. إن نجح هذا الإضراب معناه أن الشعب استجاب لدعوة الإضراب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، أي أن الشعب ببساطة من خلال الاستجابة للإضراب يسحب شرعية التمثيل من المجلس العسكري ويمنحها لقوى الحرية والتغيير، يعيد الأمور إلى نصابها. وأنا من بمبري المتواضع بمبر نشرة الأخبار بقول لك حميدتي أنا مضرب، تعال الصيني. وعلى سيرة الفصل والإضرابات، توقيعات بالملايين على دفتر الحضور الثوري. فقال لك حميدتي هدد الناس بالفصل من هنا، الناس بدت توقع في دفتر الحضور الثوري من هنا، ناس كينانة، ناس سيجا، ناس الكهرباء، ناس البنوك، حتى ناس الطيران الكبلين قروش ديل. قال اللي احنا عمل لك شنو؟ متاريس جوية يا حبيبنا. أوكي؟ فأعلن تجمع الطيارين السودانيين استعدادهم لعمل مظاهرات جوية ومتاريس. بس دي أوعكم تقول لنا تسقط، بس ما داري لنا طيارات تقع زي الطيارات الأثيوبية والماليزية. تمام؟ تمام؟ بكده نكون وصلنا لكم لفقرة الأخبار الضابطة. وأول أخبارنا الضابطة، البراء يكشف مكان الرئيس المخلوع عمر البشير بفيديو أنيميشن ضابط. هل تراني أخطأت؟ هل أعتذر الآن؟ وأصوات المدينة نزلوا لنا ألبوم جديد اسمه لغة الشارع. أجيال شافت وعاشت حاجات، أفلام في السينما وسهرت تيلي سينما وحضر الدش ونايل ساعة. ورنا على تويتر عملت ريميكس رهيب لأنا ما طالع أنا لي مطالب بالزنق يا حبيبنا. إجراء أول عملية زراعة كلى بمركز دكتور سلمى لأمراض الكلى. أهو المراكز الطبية في البلد بقت بتعمل عمليات كانت تعجز عنها المستشفيات الحكومية في عهد الحكومة الفاتت. مش قلنا لكم لما تسقط الأمور حتظبط؟ ما بيصدقوني. ومواطني العشرة كانت عندهم مشكلة في الشارع فبنوا لهم صينية في الشارع براهم. الدوار ده أنا أقترح عليكم تسموه دوار الثورة، صينية الثورة. أنشيد بكل الثوار الأيام دي شغالين نظافة في الشوارع، قاعدين بيضربوا بوهيات في الرصايف، شغل مية مية والله. الروابط للأخبار الزابطة دي كلها بتلقوها تحت في وصف الفيديو مع روابط باتريون وروابط يوتيوب ممبرشيبس اللي انتو بتدعمون عليها. وكده نكون انتهينا من فقرة الأخبار الزابطة. فقرة الأخبار الزابطة دي برعايتكم انتو الناس اللي قاعد يعملوا اشتراك وبشغلوا تنبيهات على القناة. فانت لو ما مشترك انزل اعمل تحت اشتراك، وعليك الله شيل تلفون اخوك اعمل فيه تنبيهات، شيل تلفون امك اعمل فيها اشتراك، شيل تلفون صاحبك اللي ما بيحب يحضرني تاكا برضو اعمل ليه اشتراك واعمل لنا تنبيهات، عشان ما مزول يلاقيني في الشارع يقول لي وين انت مختفي. والله الدنيا رمضان ها وفطر بيكم انا والله. واخر اخبارنا في نشرة الاخبار، المحكمة الجنائية السودانية تحاول إلقاء القبض على صلاح غوش مدير المخابرات السودانية السابق وحرسه الشخصيين يحولون دون ذلك. أوكي، قال لك النيابة العامة متهمة صلاح غوش بالكسب الغير حلال وعنده 46 مليار جنيه سوداني اللي هي ما تعادل قرابة المليار دولار. يعني دي الميزانية تحت الدفاع كلها كان قاعد الهطة وخدتها في بنكه. المهم ناس النيابة تحركوا قالوا دارين يقبضوا يحققوا معاه وقال لك قريش دي من وين يا صلوحتي؟ من أين لك هذا؟ أكين قال لك شنو حرسوا الشخصيين يحورون زول ذلك بالله. انت شطارتكم دي بس كانت في أيام الثورة، يقبضونا من المظاهرات دي جاي في نفس اليوم محاكمة وفي نفس اليوم حكم بالغرامة ولا السجن. الحركات دي ما بتقدروا تعملوها مع صلاح غوش ليه ها؟ طلعت بنت خالي بنت
ادخلني يا عم حسام. المهم دي كل اخبارنا ليوم الاثنين من نشرة الاخبار. رايكم شنو في الاخبار دي؟ اكتبوا لنا رايكم تحت في التعليقات. وبنقول شكرا لاسلام كاتبنا بتاع النكات زول زابط ولا زول زول دحين عينه واحنا اديه مرتب 3 شهور. ها ما تصدق يا اسلام ما في مرتب 3 ما في مرتبات. في النهايه بنقول لكم شكرا لكم للمتابعه. انتظرونا يوم الاثنين القادم مع نشرة الاخبار. معاذ عثمان سلام عليكم. يا الدنيا زغانة والله. الحمد لله انه الحلقة دي صورناها بالليل عشان نقدر نشرب موية. الناس صايمين بإجازكم.